صاحب القضيه ممكن محمد مجدي قفشه. يعني كنت انت برضو موجود في الصفقه دي وانتقل من بيراميدز للنادي الاهلي وكان تمسك بالنادي الاهلي كواليس الصفقه وانتقال قفشه من بيراميدز للاهلي. قفشه احنا كنا عايزين حد في المركز رقم 10 يكون موجود. تابعناه برضو فتره لما كان بيلعب مع بيراميدز وشفنا ان هو محتاجين لعيب زي كده. كلمناه هو كان عايز يجي بشكل مش طبيعي النادي الاهلي متمسك برضو بالنادي الاهلي جدا. ده كان وقتها كان في كان ممكن يروح كان جاله عروض تانية من نادي الزمالك يعني بالاخص يعني بس هو كان رافض تماما وكلم بلغ اداره بيراميدز ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. الحاجه الوحيده اللي مع قفشه ان هو يوم التوقيع قفشه جه في اخر يوم في القيد لو فاكر في اخر 3 4 ساعات حاجه زي كده يعني وانت القيد بيقفل فعلا. فوقتها الزمالك لما عرف ان قفشه خلاص هيوقع مع الاهلي كانوا عايزين يعلوا بعتوا البيراميدز ان هم يعلوا سعر الصفقه يعني. لكن بيراميدز وقتها كان علاقه مع كانت مع عمرو بسيوني وممدوح حيد الناس كانوا في احترام بينا في الصفقه دي يعني. ووقتها اللي برضه حصل ضغط من الزمالك وحطوا ارقام عاليه جدا. فيعني قفشه كان عنده قرار واضح ان هو لا انا عايز اكون موجود في النادي الاهلي عايز ابقى موجود. وقتها قعدنا في الاوبرا مثلا في الجراج 3 ساعات محبوسين في الاوبرا عشان ما حدش خلاص قفشه معانا خلاص الموضوع مش صفقه خلص مش هيخلص ما فيش اي تغيير يعني. واشتغلنا على كده وجي وخلاص ما وقعنا ما فيش كان ساعتين يعني.